اليوم رح تكون حلقة في غاية الأهمية. رح نتكلم عن الصليب، ولكن بالحقيقة عاوزين نتكلم بعنوان وصريح العبارة: الصليب هو الحل، أو الحل الإلهي في الصليب. بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة، رح تلمسوا أمور عملية. كم عمل الصليب، العمل الهائل اللي الرب عمله من أجلك ومن أجلي أيضا. وبدعوك أيضا اليوم تصلي بعقلية منفتحة، وتصلي أنه الله يعلن ذاته لإلك. ودايما إحنا منصلي منقول يا رب افتح ذهني، افتح عيني، افتح قلبي أو اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك. مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال. مكتوب عن الرب يسوع فتح ذهنهم لكي يفهموا الكتب. يمكن موضوع الصليب يكون شوي صعب أو مفهومه صعب للبعض المشاهدين، ولكن لما بتشوف كم كلفت الرب وكم كانت قيمة هذا الصليب من أجلك ومن أجلي، وكيف تنتفع من عمل الصليب، رح تشكر الرب كل الحياة وكل الأبدية.